टी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। माशाल्लाह, हजरत के खिताब के बाद एक नन्ना सा तालवे अजीजम यहिया रब्बानी सल्लमहु इब्न मौलाना अख्तर जकी साहब कासमी दामत बरकातु इस बच्चे से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। مصطفى مصطفى منبع أول السفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان فيه يعفيه لليتامى ديفا هنى قلبي له فوى شوقا إليه ليس أنجو سوى شربة من يالي الصلاة علي والسلام علي للسماء يبقى ونكى بالنقى وحدا وجده نير مشرقا كان من حقِ دلدار کو شاہِ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف غمخوار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار ان کی الفاظ کی پیاری بہنار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان کے لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت میری نار پر روز جاؤں ان پہ پڑھتا رہوں میں درود السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی امتی ماں کو عشق کے فخر کو علم کے کسرے کو پے کرے صبر کو بنت ابوبکر کو ناز پردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو یعنی ان
السلام السلام مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان فيه عفيه لليتامى ديفا هنى قلبي له فهو شوق الصلاة عليه والصلاة عليه للسماء بقى ونكى بالنقى وحدا وجنوه لن يروا مشرقا كان من عرفه أين آل اللقاء قال فلتذبعوا وانتبوا حقید دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ما شاء الله جزاك الله اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں